بكنيسة عظيمة الرب حنون.
تتكتف ايد الشر طفي لهنا كل بتحول كل عالمنا ونبقى فرحة الساعة التاسعة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كل، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعاضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة الرأفات محبة البشر لواية لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كل، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك، تمحو اسمي وتغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هانذا بالاسم حبل بي في الخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنض علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السل،
تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي أعضدني، فأعلم الأسمى طرقك، والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فليخبر فم بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منصحة، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. انعم يا رب مسارتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسرب ذبائح العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. هللويا. شويس نينان امين هللويا خنفران ام فيوت نم بشيرين ام ببن مايس وابنوت نوت امين. تسبحة وصلاة الساعة التاسعة من النهار مبارك قدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل المزامير أبينا داود النبي بركات وعلى جميعنا أمين. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وبين الشعوب بعجائبه. لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين. أما الرب فصنع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأرض، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه القدوس. احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، لتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكون فلن تتزعزع. يدين الشعوب بالاستقامة، فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، وليعج البحر وجميع ملئه. تفرح الوديان وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل، والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك، فلتتهلل الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة. سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسي. النار تسبق فتسلك أمامه، ولبلهيب تحرق أعداءه. الذين حوله أضاءت بروقه البن مسكونة، نظرت الأرض فتدلدلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من أمام وجه الرب الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، وعينت جميع الشعوب مجده. يغزى جميع الساجدين لصنعة الأيادي، المفتخرين بأصنانهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، تهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العلي على كل الأرض.
ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب ابغضوا الشر، إن الرب يحفظ نفوس الأبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمي القلوب. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه هللويا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. خلصت له يمينه وذراعه القدوس. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحق لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها، خلاص إلهنا. هللوا الرب يا كل الأرض، سبحوا وهللوا ورتلوا. رتلوا للرب بالقيثارة وصوت المزمار، بأبواق خافقة وصوت بوق القار. هللوا أمام الرب الملك، فليعج البحر وكل ملئه، المسكونة وكل الساكنين فيها. تصفق جميع الأنهار، الجبال تبتهج أمام وجه الرب، لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هللويا. الرب قد ملك فلترتعد الشعوب، الجالس على الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لإثمه العظيم، لأنه مرهوب وقدوس، وكرامة الملك أن يحب العاد. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفعوا الرب إلى هنا واسجدوا لموطئ قدمي، فإنه قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب فيستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم، لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا في جبله المقدس، فإن الرب إلهنا قدوس. هللويا. هللويا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، ونحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف ودياره بالتسبيح. اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب هو صالح وإلى الأبد رحمته، وإلى جيل فجيل حقه. هللويا.
رحمة وحكما أسبحك يا رب، أترنم لك وأتفهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلان الشر عني لم أكن أعلم. والذي يغتاب قريب سرا كنت أطارده، المتكبر بعيني والمنتفخ القلب لم أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيناي. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض لأبيد من مدينة الرب جميع صانع السلام. هللويا. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك، معك الرياسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن على طقس ملشي صداق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه وملكا، يقضي بين الأمم ويملأهم جثثان. يسحق رؤوس كثيرين على الأرض، وفي طريق يشرب الماء من الوادي، لذلك يرفع رأسه. هللويا. أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم. عظيمة هي أعمال الرب ومشيئته كلها مفحوصة. جلال وبهاء عمله وعدل دائم إلى أبد الأبد. صنع ذكرا لجميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف. أعطى طعامه لأتقيائه، يذكر إلى الدهر ميثاقه. خبر شعبه بأعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يدي حق وعدل، وكل وصايا صادقة ثابتة إلى الدهر وإلى الدهر، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به. وتسبحة دائمة إلى الأبد. هللويا. طوبى للرجل الخائف، الرب ويهوى وصايا جدا، يقوي نسله على الأرض. جيل المستقيمين يبارك
مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد نور أشرق في الظلمة للمستقيمين رحيم هو الرب الإله ورؤوف وبار صالح هو الرجل الذي يتراءف ويقرد ويدبر أقواله بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الدار ذكر الصديق يدوم إلى الأبد لأن ولا يخشى من خبر السوء قلبه مستعد متكل على الرب قلبه ثابت لا يتزعزع حتى يرى بأعدائه فرق وأعطى المساكين بره دائم إلى دهر الدهور ويرتفع قرنه بالمجد الخاطئ يبصر فيغتاظ ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ تبيد الليلويا سبحوا الرب أيها الفتيان سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده من مثل الرب إلى هنا الساكن في الأعالي الناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت أم أولاد فارحة أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيام حياتي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني ضيقا وحزنا وجات وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي الرب رحيم وصديق إلهنا يرحم الذي يحفظ الأطفال هو الرب اتضعت فخلصني ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيناي من الدموع ورجلي من الزلال أرضي الرب أمامه في كرة الأحياء هللويا آمنت لذلك تكلمت وأنا اتضعت جدا أنا قلت في حيرتي إن كل الناس كاذبون بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو أوفي نذوري للرب كل قدام كل شعبه كريم هو أمام الرب موت قديسي يا رب أنا عبدك أنا عبدك وابن أمتك قد تعطى قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح وباسم الرب أدعو وفي للرب نذوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم هللويا
قدوس 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 فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وأعطى وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة والمجد لله دائما أبديا أمين. تن أشتمك بخريستوس نم بكيوتن أغاثوس نم بأبن وما إصواب جي أكتونكك صوتي أمون نينا نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا. يا رب يا من ضاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك يحييني دوك سباتري يا رب يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وقضيت اللص المسلوب معك للدخول للفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبيحة بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجنا. كيني كأي كيستوس إيوناستون إيونون آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله على الذين جبلتهم بيديك. اظهر محبتك للبشر أيها الصالح اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. كينين
آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقان قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك دوك سابتري كي أجيب نعمتي يا رب يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كني كأي كإستوس إيوناستون إيونون آمين. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقان قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا أخطائنا الكثيرة آمين. كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون ارحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا وارحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون ارحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا وارحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون ارحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا وارحمنا كيريليسون يا رب ارحم كيريليسون ارحمنا يا الله كيريليسون اسمعنا وارحمنا قدوس 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 رب السبوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك
حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايا علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايا. واجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. يا الله الآب، أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، أنقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك، وامنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذ خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد الجنس ربنا يسوع المسيح، ونظفر بالرحمة وغفران الخطايا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أردوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية، كما داسهم ابنك الوحيد الجنس بقوة صليبه المحي، واقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى أبد الآبدين. آمين. ارحمنا ارحمنا يا الله الآب، يا ضابط الكل ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة
في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب حوطنا بملائكتك القديسين لنكون بمعسكرهم محفوظين ومرشودين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين واجعلنا رب مستحقين أن نصلي بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين جرف فراشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مرلق البشير التنيذ الطال بركات على جميعنا من ثلاثين مزامير أبينا داود النبي الملك المطار بركاته على جميعنا ليس أقوال ولا كلام الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقواله يا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمى سمعان قد أخذتها حمى شديدة فسألوه من أجلها فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وصارت تخدمهم وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يده على كل واحد منهم وشفاهم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح والمجد لله دائما إنجيل رفع كل باكر قفوا بمخافة الله لسماع الإنجيل المقدس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا مرلق البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من ثلاثين مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا
حلف الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ماشي صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسان. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذ برجال يحملون على فراش إنسان مفلوجا وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه، ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا إلى السطح ودلوه مع الفراش من بين الأجور إلى وسط قدام يسوع. فلما رأى إيمانهم قال له: أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فشعر يسوع بأفكارهم وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيهما أيسر، أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مطبعا عليه ومضى إلى بيته وهو يمجد الله. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: إننا قد رأينا اليوم عجائب. والمجد لله دائما. Thank you.
أصلاً رسالة معلمنا بولس الرسول الرسالة الثانية لأهل كورنثوس بركاته فلتكن مع جميعنا أمين. فإذا لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة وليس كما كان موسى يضع برقوعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل بل اغضضت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقٍ غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم، لكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر ولا ماشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوبا فإنما هو مكتوب في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم يا أبائي وإخوتي. أمين. الكاثوليكون فصل رسالة معلمنا يوحنا الرسالة الأولى بركته تكون مع جميعنا أمين. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب الله أولاد الله إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه. فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم هي إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. إن الذين يشهدون في السماء هم ثلاث: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهوته، والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. آمين. Thank you.
البراكسيس. أطلب من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن مع جميعنا يا أبائي وأخواتي أمين. وحدث في أيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلم معا حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعرا به وقربا إلى مدينة إيكاونية لسترا ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكان هناك يبشران. كان يجلس في لسترا رجل عايز الرجلين مقعد من بطن أمي لم يمشي قط، ولم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد. آمين. السنكسار. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اعلموا أيها الإخوة المباركون أنه اليوم الثاني من الشهر الصغير، شهر النسيب المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيتوس الرسول. ولد هذا القديس في جزيرة كريت، وهو ابن أخت والي هذه الجزيرة، وتعلم اللغة اليونانية وأدابها، وكان وديعا شفوقا كثير الرحمة. ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح له كل المجد في بلاد فلسطين، اهتم والي كريت بتلك الأخبار، فأرسل تيتوس إلى فلسطين ليأتيه بالحقيقة. وهناك رأى الرب يسوع ورأى الآيات التي يفعلها، وسمع تعاليم السامية التي يقولها، فأمن بالسيد المسيح له كل المجد. وبعد ذلك اختاره الرب ضمن السبعين رسولا، وبعد صعود المقدس
نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ، وقد صحب القديس بولس في رحلته التبشيرية، وأخيرا أقام القديس بولس أسقفا على كريت، وبشر أهلها بالسيد المسيح لها كل المجد، وآمن كثيرون على يديه، وبنى فيها كنيسة، ورسم فيها قصوصا وشمامسا. فقد أرسل له الرسول بولس رسالة باسم وصيها قائلا: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تعمل ترتيب الأمور الناقصة، وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. ثم ذكر له شروط إقامة القصوص كما أوصاه أن يتكلم بالتعليم الصحيح للشعب. وبعد أن خدم خدمة أمينة أكمل سيرته الرسولية وتنيح بسلام. بركة صلوات القديس تيتوس الرسول فلتكن مع جميعنا ولربنا كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. Agios, O Theos, Agios, Ischiros, Agios, Athanatos, O Ekbarteno, Genetis, Eleisonimes, Agios, O Theos, Agios Escheros, Agios Athanatos, O Stavro tis times eleisonimes, Agios O Theos, Agios Escheros, Agios Athanatos, O Anastasik ton nekron, Ke anelson, Estos oranos, Eleison imen doxe betri, Ke eio, Ke agio pneumati, Kenin ke ai, Ke estos eonaston, Eonon, Amina getrias, Eleison imen. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلم الأنبار وبشيرة البيض الطاهر بركاته على جميعنا من تأتي المامية أبينا داود النبي الملك المرتل بركاته على جميعنا اعترف للرب وادعو باسمه نادوا في الامم باعماله الرب يعطي كلمه للمبشرين بقوه عظيمه ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وأخذني الكل في صلاة الله ولما كان النهار عدا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا سمعان الذي سماه أيضا بطرس واندراوس أخاه يعقوب ويوحنا
إيلوبوس وبارتولوميوس متى وتوما يعقوب بن حلفي وسمعان الذي يدعى الغيور يهود ابن يعقوب ويهود الإسخريوط الذي صار مسلما أيضا ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحر صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم والمعذبون من الأرواح من أرواح النجسة وكانوا يبرؤون وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوبى لكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله طوبى لكم أيها الجياع لأنكم تشبعون طوبى لكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طوباكم إذا أبغضوكم طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفردوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن أباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء والمجد لله أؤنية خن أو نثني نيث أو بنتباي إهوبي بفران نيم مراتي انت بي يا خريستوس اري بريس فين اهري اجون او تنشوي سني بتيرين تيث او توكوس ماري أثما ذن بن سوتير انت فكان النوفي نانيغول جيف اسمارو اوتن جيف يوت نم بشيري نم بيبن وما اث اواب تيترياس اتجي كيبول تن أوش تن موس تن تي أونا يا عدرا يا أمي طلي بنورك طلي طلي برحمة طلي يا شفعتي يا عوني وانسني العالم وحدي انتي كفاية تكوني جنبي وانسني العالم وحدي انتي كفاية تكوني جنبي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي
يا ملك الكل سما يا عظيم بين النساء في الضيق وقت الآلام خليك لا نمعينا خليك معانا تملي نتعزى وانت معانا خليك معانا تملي نتعزى وانت معانا يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا شفيع الكل النفوس يا مباركة يا أم القدوس كل مطلوبك تجيني تلاقيني في حماك محروس كل العالم بيرنم لك الشعب مع الإكليروس كل العالم بيرنم لك الشعب مع الإكليروس يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عظيمة يا سما تانية يا شرية جمر الرحمن نتضرع كل الأوقات تيجي تعاملينا بحنان نتضرع ونصلي كمان تيجي طمين الحيران نتضرع ونصلي كمان تيجي طمين الحيران يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي طلي بنورك طلي طلي برحمة طلي يا شفاعتي يا عوني وانسني العالم وحدي انت كفاية تكوني جنبي وانسني العالم وحدي انت كفاية تكوني جنبي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي يا عذراء يا أمي بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زيكم وحشتوني خالص. صباح الخير أبائي وأمهاتي أعضاء نادي السينيورز العظيم مرجرجس وأمبرويس نورثور. مبسوط خالص إن أنا معاكم النهاردة. النهاردة فاميلي داي هابي فاميلي داي. النهاردة كمان معانا مفاجأة حلوة قوي قوي قوي. أب جميل خالص خالص يعز علينا انتقاله للسماء ولكنه ساب لنا تراث جميل من الكلمات الروحية. واتسابونا لوقا سيداروس أخو واتسابونا بشوي كامل وأبونا جميل خالص خالص وإحنا ننبسط خالص إن إحنا نتعلم من تعاليم الروح القدس على فهمه. هيكون معانا النهاردة وهيكلمنا عن حاجة جميلة جدا ملكوت السماوات. ملكوت السماوات اللي إحنا بنسعى كلنا ناحيتها. ربنا يبارك فيكم ويدي أو هو أوريدي إدى لقدس أبونا بركة كبيرة وإداله نعمة وهو دلوقتي جنب ربنا يسوع المسيح في السماء بيصلي لنا نطلب صلواته عننا نسمع مع قدس أبونا وبعدين نرجع نصلي مع بعض. ربنا معاكم اتفضلوا نسمع مع أبونا. سلام حبيبي سلام. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في تعليم المسيح له المجد
وجه نظر أولاده إلى ملكوت السماوات وأوضح أن الإنسان التابع للمسيح يقبل أن يخسر كل الأشياء ويربح الملكوت ويتنازل عن كل شيء ولا يتنازل عن تمسكه بالملكوت. في المثل الذي سمعناه الآن عن وكيل الظلم، أن هذا الرجل العالمي وكيل الظلم ده اللي سلك سلوك غش نظر إلى المستقبل، ماذا يفعل؟ وقال شوفوا المسيح للمجد، قال شوفوا الراجل ده العالمي ازاي فكر في مستقبله لما يعزل من الوكالة، يروح فين؟ مش انت اولى بالتفكير في المستقبل؟ الانسان المسيحي لو ضاع منه الملكوت يبقى فاضل له ايه؟ كل السعي وكل الجهادات، كل الاصوام وكل الصلوات، ليه؟ من اجل الملكوت، من اجل الملكوت. قول لي، اوصف لي الملكوت ده، أقولك صدقني لا يوصف بألفاظ بشرية. ليه؟ لأنه مش من العالم، هو مش ملكوت العالم، ده ملكوت السماء. نفسك يعني تطلع على الملكوت أو تتعرف عليه، ارفع قلبك للسماويات، تدوق عربون ملكوت السماء. طبعا لا يستطيع أحد أن يصف الملكوت إلا اللي داقوا الملكوت. أقول له فين الملكوت؟ المسيح قال إيه؟ ها ملكوت الله داخلكم. نفسي أتعرف على الملكوت، ادخل إلى داخل نفسك. مش أنت هيكل الله؟ مش الله أسس ملكوته فيك؟ مش احنا دعينا بني الملكوت وورثة الملكوت؟ صح، الملكوت ده جواك. نفسي أذوق هذه النعمة الإلهية، نعمة الملكوت. أقول لك صدقني جوا نفسك. الذي لم يستطع القديس بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة ونظر أمور لا يسوغ لإنسان أن يتحدث عنها أو يصفها، ولما اضطر إلى الكلام قال ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب أو فكر إنسان. عاوز تدوق اللي دام اللي ما توصفش ده تلاقيه جواك. مش مرات ربنا بينعم على الواحد بتعزية داخلية لا يستطيع أن يعبر عنها؟ صدقوني يبقى واقف يصلي أو يبقى حاضر قداس، ينفعل انفعالات داخلية بالروح ويشعر بأمور لا يسوغ الإنسان يتحدث عنها، ويذوق الفرح الذي لا ينطق به ومجيد.
جوه نفسه. ولو سألته ازاي اوصف لي يقول لك ما اقدرش. اي نوع من التعزية هذه تعزية ليست بشرية، عشان كده الروح الساكن فيك اسمه الروح المعزي، اللي يحسسك بالملكوت. طب الراجل ده عمل ايه؟ قال عمل للمستقبل. قال لي طب انا اعمل للمستقبل ازاي؟ اجعل ملكوت الله في ذهنك لا يغيب. طب احسبها كويس، احنا بالنهاية يعني قد احنا عايشين على الارض، هل ستمتد بينا الايام على الارض لكتير قوي؟ يعني 100 سنة. طب وين 100 سنة؟ طب ما هي شوية ايام برضو، ما 100 في 365 ب 36,500 يوم. طب ما بتجري الايام. ماذا بعد هذه الايام القصيرة مهما طالت؟ في ايه؟ قال في الملكوت، في المكافأة، في المجد الذي لا يوصف، في الفرح الذي لا يشوبه قدر، في النعمة، في معية المسيح اللي ما فيهاش انفصال بعد كده. كنت بزور واحد مريض شفته لأول مرة في حياتي لأنه ساكن بعيد قوي عني، وطلب انه يشوفني. كان في ساعاته الأخيرة لكن في كامل وعيه. بعد ما قعدت وكلمت فتحنا الإنجيل صلينا، قال لي أقعد معك 2 دقايق لوحدي. قلت خير، قفلت الباب طلعت الناس وقعدت. قال لي يا أبونا أنا أحب المسيح أوي 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 ومشتاق جدا جدا إن أنا أشوفه وأقابله، بعد الثواني إن أنا أخرج من هذا الجسد. أول مرة في حياتي كنت أسمع مثل هذا الكلام. أنا أشوف ناس بينتقلوا كتير أوي، لكن لأول مرة في عمري أشوف إنسان بهذا الشوق للقاء المسيح، واللي بحب يسوع أوي 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 ونفسي وبعد الثواني. أيوة صحيح زوجتي وأولادي متألمين، لكن أنا يعني أنا مش خايف من الموت أبدا، ولا يعني 1 على 1,000,000 من شعوري في خوف، ومشتاق أقابل المسيح. قلت إيه النفس المغبوطة دي؟ إذا كان الواحد قد حدد مساره وطريقه ما عادش يتلخبط، رايح مشوار وعارف نهاية المشوار. صحيح الواحد مننا قبل ما يطلع من بيتهم بيقول أنا رايح الحتة الفلانية، قبل ما بطلع من البيت أنا أقول أنا رايح الكنيسة، خلاص حددت وجهة سيري وطريقي. عشان كده بقول لك أولاد الله ظاهرون. يعني ظاهرون؟ ما بينين زي الشمس. ليه؟ لأنهم ماشيين نحو الهدف خلاص. أما واحد ساكن في سد بشر ويقول أنا رايح محطة الرمل، ينزل من البيت بيقول راح محطة الرمل، تلاقيه ماشي في نفس المسار. لو لقيته ماشي ناحية أبو قير تقول له يا راجل أنت رايح فين؟ يقول لك راح محطة الرمل، تقول له أنت غلطان، أنت ماشي في الطريق العكسي. يقول لك طب أديني ماشي مش هوصل، تقول مش ممكن هتوصل، أنت خدت اتجاه غلط، وإذا غيرت الاتجاه بتاعك يستحيل توصل. نقول لك إيه؟
في مشوار الحياة اللي احنا عايشينها، ايه اللي في بالك؟ ايه اللي شاغل بالك؟ ايه الهدف؟ ايه المحطة اللي انت عاوز توصل لها؟ انا عاوز اروح السماء. في طريق واحد بس، في طريق واحد، يسوع قال انا هو الطريق. تلاقي واحد ماشي بره المسيح ولك ان شاء الله نروح السماء، يقول لا السكة غلط. في مليون طريقة للتفكير وملايين الطرق للعيشة. وإشعيا النبي زمان يقول لك ايه، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، كل واحد استحسن في دماغه طريقة يعيش بيها. بس ده طرق وحشة قوي، ملنا فيها ميول، فيها انقراف، فيها بعد. ملنا كل واحد الى طريقه، لكن في قال ايه، انا هو الطريق. طريق ايه؟ المؤدي للحياة الابدية. طب شكله ايه؟ الكرب، باب ضيق وطريق كرب. مش مهم ضيق ولا كرب، لكن بيوصل لفين؟ للحياة الأبدية. في طرق تانية شكلها ايه؟ الرحبة، واسعة، كويسة، مريحة، وايه؟ قال بس مهلكة. آخر الخط ايه؟ الهلاك. لا يا عم انا مش عاوز ده. اختار الباب الضيق، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لانه يؤدي للحياة الابدية. اخسر كل ما، كل شيء، سواء تخسر حياتك الابدية. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر حياته الابدية ونفسه؟ كل ما يبقى هدف الحياة الأبدية واضح في ذهنك، في حياتك اليومية، كل ما تقترب إلى المسيح كل يوم، كل يوم بذاته يقربك. ليه؟ لأنك بتمشي ماشي في السكة، في ذات الطريق، فكل يوم بتقرب من الهدف. احذر من الطرق التانية، تحذر جدا لنفسك. قول السكة دي هتودينا لغاية فين؟ طرق كتير، ساعات طرق عناد، واحد يتمسك بعناد كده تلاقيه يعني ايه عنادي قوي، تديك لغاية فين؟ او كبرياء واعتداد بالذات، قول هتوصلني السكة دي لغاية فين؟ او واحد منشغل بشهوات العالم وشهوات الجسد، ولا توديني لغاية فين؟ أو منشغل بالأموال، أو منشغل، ما بقول لك مليون حاجة ممكن تاخد بال الواحد. لكن في واحد تاني إيه؟ ذهنه وهو بينام على المخدة بالليل كده شاغل باله حاجة واحدة، حياته الأبدية، وصوله إلى ميناء الخلاص بسلام. وتلاقي نفسه كل يوم والتاني يسأل يا رب ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ قل لي سكة، قل لي طريقة بها أخلص، افتح أمامي باب للعمل بوصاياك. وتلاقي النعمة بتحطه قدامنا، صدقني كل يوم النعمة بتحط قدامك فرص لا تعوض، فرص. عشان ايه؟ عشان تكسب الملكوت، عشان تربح لك نصيبا صالحا لا يفنى. نعمة تحط لك قدامك حاجات تشوف وتزقك عليها. ساعات الواحد يبقى قاعد يتحرك جواه دافع يقول له ما تقوم تصلي. حلو انك تستجيب لهذا الدافع الداخلي، الروح يشفع فينا. او قدامك واحد حتى بيتخانق معاك والروح جوه يقول لك ايه، من سخرك ميل امشي معاه اتنين.
القديسين كانوا مطيعين للصوت. قديس بولس الرسول قال للملك أغرباس: من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية. إذا الصوت ده جاني أنا مش قادر أعاند. لما الروح يدفعك إلى عمل، وهو دايما يدفعك لعمل الخير والمساعدة والإحسان والاتضاع ومد الإيد لكل إنسان في ضيقة، اعمل ايه؟ اوعى تفوت الفرصة دي، فرص. ده الروح بيديك ايه؟ بيديك الحاجات دي قدامك في حياتك اليومية عشان يشجعك، عشان يكللك. هو اللي بيحط قدامك العريان والجعان والعطشان والمسجون ويدفعك، يقول لك ايه؟ ما تمد ايدك. طب ودي يعني ايه؟ قال دي ما انت هتشوفها بعدين، ما بعدين هيقف يقول لك ايه؟ نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل، تعالوا إلي مبارك يا أبي الرسل، الملك المعد لكم قبل كون العالم، لأني جوعت فأطعمتموني. يا رب ده أنت اللي حطيت الجعان ده في سكتي وأعطيتني أن أنا أديله. لكن مسرة المسيح ومسرة الروح أنه يشجعك على العمل، هو اللي بيعطيك الموهبة ويعطيك النعمة، وبعدين يرجع ينسب الخير ليك، يقول لك جوعت فأطعمتموني. هو أنا اتولدت معايا حاجة أديها؟ ده أنا بقول له من يدك وأعطيناك، ده من يده. ولكن يقول لك أنا أنسالك المعروف ده، أنا هنسالك الجميل ده، أنك أنت أطعمتني. يقول يا رب متى رأيناك جائعا ولا عطشانا ولا مريضا وخدمناك؟ امتى بس؟ يلحق اقول لكم ما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. تاري القديسين اللي مارسوا الفضائل ديت كانوا واعيين قوي، شافوا المسيح في الفقير والضعيف والعطشان والعريان، شافوه ولم يخطئوا، شافوه صحيح، فاكرموا المسيح فيهم، شافوا المسيح. عشان كده بقولك ايه؟ انسى كل شيء وافتكر شيء واحد، افتكر انك انت مدعو للملكوت وان اسمك مكتوب في السماوات. ده كلام المسيح. تصور الرسل الاطهار لما رجعوا بعد ما عملوا قوات وايات وشافوا مرضى، يقول لك رجع الرسل بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم، ما هيش حاجة كبيرة قوي، ولكن افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. اسمك مكتوب في السماء، اوعى تخسره، اسمك مكتوب في السماء. ده كلام المسيح. فعشان كده بقولك تشجع جدا، تشجع جدا انك توصل بسلام. احفظ الوصايا في الحياة العملية مش في العقل. الشاب الغني قال له ايه؟ هذه حفظتها منذ حداثتي في عقلي، لكن التنفيذ كان مفيش. فقال له ايه؟ يعوزك شيء واحد. قال له ايه؟ قال له روح نفذ حاجة واحدة، اذهب وبيع املاكك واعط الفقراء، يكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حامل الصليب. فمضى حزينا، اغتم على القول لانه كان ذنبه الكثير. احفظ الوصايا مش حفظ العقل، لا، حفظ التنفيذ، حفظ الحياة. الوصايا دي مريحة في الحياة العملية من خداع الشياطين، انه يصعب الوصية قدامنا. الشيطان يعمل كده،
صعبها جدا ان انا اتنازل عن حقي او احب المسيء الي او باقي الوصية. الشيطان يصعبها كأنها مستحيلة. هي مش مستحيلة، لا صدقني لا. القديس يوحنا الحبيب لما احب المسيح من كل القلب قال وصاياه ليست ثقيلة. عاوز اكتر من كده ايه؟ الوصايا مش تقيلة. ويسوع رب المجد نفسه قال احملوا نيري عليكم، نيري هين وحملي خفيف. نير المسيح هين. تنفيذ الوصايا في الحياة العملية مريح للقلب. شوف الواحد لما بتنزل عن حقه ولا يصالح أخوه قلبه بيرتاح. طب لما بيخاصم بيعيش في النكد. فرق. وصايا المسيح تضمن للإنسان حياة لذيذة. الأيام اللي يقضيها وهو بينفذ وصايا المسيح قلبه يرتاح ونفسه تبقى صافية ما فيهاش عكارة. احفظ وصايا المسيح، حط الملكوت قدام عينك ولا رب ما تحرمنيش من الملكوت ده. انت مدعو للملكوت، للعرس الأبدي، للوجود مع المسيح إلى أبد الأبدين، للمجد الذي لا يوصف، للميراث الذي لا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات. لربنا المجد دائما أبدا. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمير أذنيك. ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. من ذوقي أدعو يا ربي وقد أعلت فيها نفسي، وأنت وحدك أقول، واشتريت نفسي تعزيات، واشتريت
بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. ربنا ينيح روح قدسك يا ابي في السماء، ينفعنا بصلواتك، نصلي مع قدسك وتصلينا في السماء. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. ابونا السماوي ربنا يسوع المسيح، انت قلت لنا رب متى صليتم فاطلبوا اولا ملكوت الله في السماء وبره. نريد يا رب ان نكون معاك في السماء كما سبقنا ابانا الاولين. نريد يا ربي أنك أنت تحوطنا دايما. إحنا بنقول لك فأبنا الذي لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. نريد يا ربي أن تكون حياتنا على الأرض تتحول إلى حياة سماوية. نريد يا رب أن نعيش في كنفك. نريد يا ربي معيتك نكون موجودين معاك دايما من هنا إلى أن نلتقي رب في السماء ونكون معاك إلى الأرض. أبونا السماوي ومتعنا ربي برؤية السماء وإحنا موجودين على الأرض في حضورك الدائم في بيوتنا وبين أولادنا وأحفادنا. نطلب يا رب من أجل سلام الكنيسة لكي تتحول أيضا الكنيسة إلى سماء ثانية على الأرض. عندما ندخل الكنيسة يا ربي نسعد ونشعر ونستشعر بروحك القدوس فيها لأننا موجودين في السماء. اجعل لنا يا رب أبواب الكنائس مفتوحة في كل وقت بين انقضاء الدار. ما تحرمناش يا رب من دخول بيتك، ما تحرمناش يا رب من دخول السماء حتى ولو اننا اخطأنا وضعفنا، لانك انت الى طويل انها كثير الرحمة وبار. انت اتيت يا رب لتعطينا السماء لكي تخلص ما قد هلك، لكي ما تعطينا حياة ابدية يا رب يسوع المسيح. بالوجود معاك واخذ جسدك ودمك والثبات فيك الى الابد. أبونا السماوي ربنا يسوع المسيح، أعطينا يا ربي أن نسعد في كل وقت ربي نسمع في اسمك. أعطينا يا ربي أن احنا نردد اسمك القدوس فيكون لنا سماء دائمة على الأرض. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. وعندما نتذكر اسمك نتذكر وجودنا في السماء معك يا ربي يسوع المسيح. تبارك على كل أباء وأمهاتي السينيورز، كلهم بركة وكلهم نعمة. تبارك في حياتهم، تبارك في أحفادهم وأولادهم. من أجل صلوات الست العذراء عنا ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل والقديس العظيم مار ماركوس الإنجيل خروز الديار المصري والقديس العظيم مار جرجس شفيع الكنيسة أمبر رويس حبيب المسيح أبونا أبي سفين والأنبا شنود رئيس المتوحدين أبونا أبا تونس مرمين العجائب البابا كرولوس حبيب وكل السمائيين وكل طغمات السمائيين. بركة الست العذراء أولا وآخر تستجبنا يا أبونا السماوي عندما نصلي بذلك البين ونصلي. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد
إلى الأبد آمين. باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. ولأن محبة الله الآب ضابط الكل نعمة ابن الوحيد الجسد ربنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الله يكون معاكم. استمتعوا بيومكم الاثنين. Family Day. ربنا يعطيكم بركة وأولادكم وأحفادكم. سلام. شوفكم على كل خير يوم الاثنين الجاي. سلام. باي باي. ربنا معاكم. سلام. لابنك حول
الليل